بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله يت... ثالث آه راح نتحدث خلال وحده الكائنات الحيه عن الصنف الجديد اللي هو احنا وصلنا له وهو الزواحف طبعا تحدثنا سابقا يا ثالث خلال هذه الوحده عن تصنيف الحيوانات وعن الثدييات والطيور واليوم باذن الله تعالى سوف نتحدث عن الزواحف طبعا يا ثالث من اسمها زواحف لو انا جيت سالتك أه لماذا سميت الزواحف بهذا الاسم طبعا كل مجموعه من الكائنات الحيه حكينا تندرج تحت مسمى معين مسمى معين لهذه المجموعه جمعوا الحيوانات اللي بتشترك في الصفات واطلقوا عليها اسم حسب صفات المشتركه طبعا يا ثالث الزواحف حكينا لماذا سميت الزواحف بهذا الاسم راح تحكي لي إنت على طول سميت الزواحف بهذا الإسم لأنها تزحف على بطنها، لأنها تزحف وين؟ على بطنها، مأخوذة من الزحف، والزحف يكون على الأرض، لذلك الزواحف يا ثالث هي كائنات حية تزحف على بطنها ولها خصائص كثيرة، إذا يا ثالث الزواحف هي كائنات حية. تزحف على بطنها ولها خصائص كثيرة، بس يعني هم عرفوا انه الزواحف خلاص هي تزحف على بطنها وبس اكتفوا بهذه الخاصية بأن الزواحف تزحف على بطنها، لا بل قاموا بجمع الصفات الأخرى المشتركة ما بين الكائنات الحية التي تندرج تحت مجموعة الزواحف وأطلقوا عليها هذا الاسم، من خصائص الزواحف يا ثالث غير أنها تزحف على بطنها، أول شيء أنه يغطي جسمها جلد جاف مغطى بالحراشف، ليش جلد جاف يا ثالث؟ ليش جلد جاف؟ هسا معظم يا ثالث الكائنات الحية التي تزحف على بطنها ضمن مجموعة الزواحف بتعيش في المناطق الحارة، ودائما المناطق الحارة يا ثالث اغلبها بكون الجو فيه جاف وليس رطب، فلذلك جسمها سبحان الله سبحان الله تعالى انه جعل جسمها مغطى بجلد جاف حتى تستطيع تقاوم المنطقة التي تعيش فيها وهذا الجلد الجاف مغطى بالحرا شف تمام ايضا تتكاثر بالبيض اذا كيف طريقة تكاثرها الزواحف كيف تتكاثر الزواحف بالبيض واغلب يا ثالث الزواحف لها ارجل قصيرة مش يعني كل الزواحف لها ارجل قصيرة لا مثل ما حكينا بالطيور سميت الطيور بهذا الاسم لانها تطير ولكن اغلب الطيور لا تطير ولكن فيها خصائص اخرى خلتها تندرج تحت قائمه الطيور وهكذا الزواحف الزواحف اغلبها لها ارجل قصيره وليس وليس يعني كل الزواحف لها ارجل قصيره ولكن الاغلب لها ارجل قصيره تمام لنستكشف معا خصائص الزواحف اتامل الصور ثم اجيب عن الاسئله التي تليها خلينا يا ثالث نشوف الكائن الحي في هذه الصورة طبعا معروف يعني مجرد انت ما شفت الصورة راح تحكي التمساح كروكودايز صح فالتمساح يا ثالث هو من الزواحف شوفوا ارجله هاي ارجل قصيرة مش طويلة ارجل أرجل قصيرة شوفوا يا ثالث كيف التمساح جلده جاف هسا في منكم رح يحكولي طب التمساح بيعيش بالماء بحكي لك يمس في أغلب أنواع التماسيح بتعيش بالماء وبالبر اللي هي المجموعة الجاية اللي رح نحكي عنها ولكن هنا التمساح هذا يعيش طبعا يعيش في البر ويندرج تحت قائمة الزواحف ويغطي جسمه جلد جاف مغطى بالحراشف شوفوا كيف الحراشف بتكون مقسمة شوفوا كيف الحراشف بتكون مقسمة تمام يا ثالث وطريقة تكاثر التمساح بالبيض. نيجي على الصورة الأخرى، الحرباء أو السحلية، مش عارفة بالضبط شو الصورة بس الأغلب الحرباء. تمام؟ شوفوا كيف أرجلها أرجلها قصيرة. تمام؟ شوفوا كيف جلدها بيكون جاف ومغطى بالحراشف، وأيضاً الحرباء تتكاثر بإيش؟ بالبيض. الصورة اللي بعدها اللي هي الأفعى. الأفعى يا ثالث هل لها أرجل؟ هل تشاهد للأفعى أرجل؟ راح تحكي لي لا يمس الأفعى من بيني ما لهاش أرجل لذلك بحكي لك يا ثالث نرجع لخاصيتنا أنه أغلبها لها أرجل قصيرة وليس الجميع فالأفعى يغطي جسمها جلد جاف وتتكاثر بالبيض وتزحف على بطنها ولكن ليس لها أرجل تمام الصورة الأخيرة وهي السلحفاة شوف السلحفاة كيف لها أرجل قصيرة وشوفوا كيف جلدها بيكون جلد جاف مغطى بالحراشف بنضيف يا ثالث أن السلحفاة شو إلها هذا درع الدرع تمام أو في ناس بتحكي له قوقعة قوقعة أو درع فهذا الدرع يا ثالث سبحان الله تعالى أنه لم يخلق بشكل عشوائي وهيك يعني أنه ربنا خلقه بشكل عشوائي لا سبحان الله تعالى أنه جعل في خلقه حكمة لكل إنسان أو لكل كائن حي فلذلك يا ثالث أنت هسا لو تشوف سلحفاة وتيجي تقرب عليها على طول السلحفاة بتخبي راسها وأطراف جريها وهكذا داخل هذا الدرع حتى تستطيع أن تحميها من أي اعتداء خارجي وحتى تحميها من حرارة الصيف وبرودة الشتاء تمام؟ نيجي على الأسئلة الموجودة إيه للصور، أسمي الزواحف في الصور سميناهن تمساح الحرباء الأفعى السلحفاء، هل لجميع الزواحف في الصور أرجل؟ لا، حكينا التمساح لها أرجل قصيرة، الحرباء لها أرجل قصيرة، السلحفاء لها أرجل بينما الأفعى ليس لها أرجل قصيرة. كيف تتكاثر هذه الزواحف حكينا طريقه التكاثر للزواحف جميعها متشابهه يعني كل الزواحف تتكاثر بالبيض فتتكاثر بالبيض ماذا يغطي جسم كل منهما جلد جاف مغطى بالحراشف جميع الزواحف ايضا يا ثالث يغطي جسمها جلد جاف مغطى بالحراشف نرجع نكرر معلوماتنا اللي بتتعلق بخصائص الزواحف من خصائص الزواحف حكينا أغلبها له جلد جاف مغطى بالحراشف تتكاثر بالبيض وأغلبها له أرجل قصيرة تمام نيجي على السؤال الموجود معنا في الدرس أختار حيوانين زاحفين نختار حيوانين بزحف وأتحدث لزملائي عن أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينهما شوفوا أنا يا ثالث اخترت لكم السلحفاة والأفعى هسا بدنا نحدد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف طبعا أنت على كتابك بتسطر بالمسطرة يا ثالث وليس باليد مثلي طبعا أنتوا بتسطروا بالمسطرة بتكتبوا بخط مرتب وهكذا السلحفاء شو أوجه التشابه بين السلحفاء والأفعى أول إشي بدنا نعرف أنه السلحفاء بتتكاثر بالبيض والأفعى بتتكاثر بالبيض السلحفاء تزحف على بطنها والافعى بتزحف على بطنها كمان يا ثالث بتقدر تضيف خاصية انه لها جلد جاف لها جلد جاف صح مغطى بالحراشف مغطى بالحراشف هاي هي اوجه التشابه نيجي على اوجه الاختلاف اوجه الاختلاف ان السلحفاة لها ارجل قصيرة صح هاي السلحفاة ارجلها القصيرة بينما الافعى ليس لها ارجل الافعى ليس لها ارجل قصيرة بالاضافة يا ثالث ان السلحفاة لها قوقعة على ظهرها أو يسمى درع للحماية إذا لها قوقعة على ظهرها للحماية أو يسمى درع لحمايتها بينما الأفعى لها جلد جاف مغطى بالحرا والسلحفاة جلدها من جوا طبعا بكون جلد جاف مغطى بالحراشف لكن تختلف عن السلح الأفعى أن لها درع بينما الأفعى ليس لها درع ليس لها درع تمام ليس لها درع لنفكر معا لنفكر معا للسلحفاة درع ما فائدته توني حكيت للحمايه جسمها من الاخطار الخارجيه وحراره الصيف وبروده الشتاء شوفوا درسنا ما اسهل طبعا يا ثالث شوفوا الدرس بسيط جدا وممتع ما بغلبك طبعا يا ثالث برجع بعيد تلخيص الدرس ان الزواحف كائنات حيه تزحف على بطنها ولا خصائص كثيرة منها يغطي جسمها جلد جاف مغطى بالحراشف تتكاثر بالبيض أغلبها لها أرجل قصيرة وأن السلحفاة درع وذلك لحمايتها من الاعتداءات الخارجية والحرارة في فصل الصيف والبرودة في فصل الشتاء إن شاء الله يا رب يكون الدرس عجبكم وفهمتوا علي وإن شاء الله تعالى بنكمل الحصة الجاي دروسنا من خلال وحده الكائنات الحيه يعطيكم العافيه حبايبي أه، والله يقويكم ان شاء الله ويقوي امهاتكم ومع السلامه